بعض المعاصي حقيقة ملتصقة بالإنسان يصعب التحرز منها ويصعب أن يتركها، إما لأنها أصبحت عادة بين المجتمعات أو داخل المجتمع فلا يستمرئون شيئا مثلها ولا يحبون أن يتركوها. لعل موضوع الغيبة من أهم هذه المواضيع التي أصبحت كأنها فاكهة الموائد وكأنها مائدة المجالس وكأنها أحياناً يراها البعض ترويحاً للنفس، لكن ما علموا أن السم في الدسم، وما علموا أنها ذنب عظيم لسرعة ارتكابه وسهولة الوقوع فيه والتلذذ بفعله. فما الذي اعترى مجالسنا؟ هل حضرتها الشياطين فأملت للناس ووسوست لهم بأن لا يكون أغلب الحديث إلا في الغيبة؟ ربما. هل لكثرة سماع الأذن للإفك والبهتان والكذب والتزوير والتشنيع من القول تعود اللسان أن يقع في أعراض الناس؟ ربما. هل لأن هذا اللسان ما عرفنا كيف أن نشغله بالحق وكيف أن نشغله بالذكر وكيف أن نقفله أحياناً ونعوده الصمت كما اعتاد على الكلام؟ ربما. يا ترى متى نرى المجالس الإيمانية؟ ومتى نسمع من الألسن الكلمات البريئة الطيبة النقية؟ ومتى تكون أداة النطق جمعاً للحسنات؟ ومتى ندخل السرور بألسنتنا على قلوب العباد ثناءً وحسناً وتزكيةً وتطريةً للقلوب، عندما نحاول أن ننزع هذه الأكلة الخبيثة وهذا اللون المخيف وهذا الشكل المقرف وهي الغيبة، ننزعه انتزاعا؟ لكن ما البديل؟ والله أنا لا أرى أن يكون الخير بديلا للشر، بل الأصل هو الخير، فيكون الخير في النطق، قرآن يتلى وأذن تسمع. لو جربتم أن تحولوا مجالسكم إلى مجالس قرآنية، الله أكبر، جلسة مع آية فيها أوصاف الجنة، جلسة مع آية فيها رحمات نبيكم صلى الله عليه وسلم، جلسة مع آية تقطر البر والإحسان مع الوالدين. لو أحببنا القرآن لأكثرنا من ذكره في مجالسنا. لماذا لا نجلس مع القول الفصل والحكمة النبوية والكلام الموحى وما ينطق عن الهوى؟ ما أجمل الأذن وهي تنصت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقي إلينا بهذا اللؤلؤ البراق وهذا العسل المصفى وهذا الكلام المنقى؟ ما أجمل أن تكون مجالسنا نبوية والله قرآنية، كلها ذكر وتسبيح وتهليل وتكبير، بل كلها تدبر وتأمل، كلها طمأنينة وسكينة. لو فعلنا
ستجد هذه المجالس تحيط بها الملائكة من كل مكان. لو فعلنا سنتحصل على السكينة، وهي أعظم شيء في هذا الوقت الزمني الذي كثرت فيه الاضطرابات النفسية. لو فعلنا لنزلت الرحمة من كل مكان. فهل يمكن أن ننشئ مجالس جديدة غير التي نحن عليها الآن؟ كل ذلك يحتاج إلى همة، ويحتاج إلى محبة، ويحتاج أن يصل كلامنا إلى القلب فيأمر القلب اللسان، واللسان إذا أمره القلب يطيع فيصبح ينبوعا للمحبة والحنان، ينبوعا للألفة لأن الغيبة تفرق، ينبوعا لكل خير. نعم نعم.